وكذلك في محافظة السويس نظمت مبادرة حياة كريمة محاضرات المراجعة النهائية للثانوية العامة. وتقام المحاضرات تحت شعار مبادرة هتقدر في 10 أيام، وذلك بالمدرسة الثانوية العسكرية بنين بالسويس، وقد استقبلت المدرسة الثانوية أكثر من 300 طالب وطالبة في اليوم الأول للمراجعة النهائية للثانوية العامة، وتم مراجعة مادة اللغة الإنجليزية وسط تفاعل كبير من الطلاب مع المادة العلمية المقدمة. المبادرة تستمر 10 أيام مراجعة نهائية لطلبة مقررات الشهادة الثانوية العامة بمحافظة السويس. النهارده اليوم الأول بدأت اللغة الإنجليزية من الساعة 3 إن شاء الله وتنتهي الساعة 6 مساء. اليوم الأول الحقيقة تم أو حصل فيه حضور، الحمد لله حضور متميز جدا من طلبة وطالبات محافظة السويس. جايين بفعاليات مدرسة الثانوية العسكرية بنين، جايين نساعد الطلبة إن شاء الله إن هم يقدروا يحققوا حلمهم في 10 أيام بإذن الله بمساعدة المدرسين اللي جايين معانا متطوعين إن شاء الله في حياة كريمة. ده دورنا إن إحنا بنساعد الطلبة إن إحنا نسجل لهم بياناتهم وإن إحنا نساعدهم إن هم يقعدوا في المكان اللي هم جايين يقعدوا فيه. في مراجعات هنا كويسة جدا مع أفضل المدرسين، وعرفت عن طريق جروب على الواتساب بعت عليه اللينك وسجلنا، وكنت قلت لاصحابي جم معايا هنا. حابه النهارده اشارك فيها لان انا محتاجه ان انا الم اكبر قدر من الامكان من المعلومات عشان تساعدني في امتحاناتي وفي مذاكرتي. عرفت ان النهارده جاي دكاتره ومدرسين كبار جدا وهيبقوا هيفيدوني في كل المواد.